احمد ده فتح هنا بوفيه عشان يحيي المكان ويحيي الشارع ويحيي المنطقة من سب الناس عشان يجوا هنا يشتروا، وانه هنا اصلا الضرائب والمالية وسوني كريم هنا يعني بيحيي الشارع. الفكرة أن ولدت من بصيص الأمل لكي نثبت للناس وللعالم أن الأمل ينولد من رحم المعاناة، من أنقص درجات الحروب. فحبينا أن احنا نعمل أمل للناس واللي تمر للمكان، بالذات هذا المربع، لأن هذا المربع هو كان مربع الصراع الحاصل في تعز. فأغلب البيوت إذا كان مش كل البيوت مهدمات ومكسرات فيه، فحبينا نعمل حاجة حلوة بالمكان المهدم لكي يبسط أقل شيء عين المواطن الحزين.